انا متحمس جدا الحمد لله، علشان دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله رايح اجيب لابتوب جديد ان شاء الله باذن الله. I'm very very excited الحمد لله. لا ما هوش هديه، كلمتهم اصلا قالوا لي احنا ما بنبيعش ثينك باد لامثالك اللي هو كونسيومر، يعني ما قالوش كده طبعا يعني، بس اللي هو ما بنبيعش لناس، بنبيع لشركات يعني. ففي حد زبطني كده ربنا يجازيها خير يعني، وتمكننا من ان احنا نظبط واحد. شفت حاجه مستفزه قوي، بس بنت اللذيذ اللي كانت بتلزق الحوارات دي عندنا. انا كنت فاكرها هتبقى وايد بقى وخلاص، مش هحتاج بقى ايه. يلا ماشي، فوكس اند اوف مانيوال فوكس. هنقضي مع بعض وقت كبير قوي على المحور، فايه خليني اقول لكم على حاجه بقالها كتير قوي بتشغل بالي. يعني امتى تقول على نفسك ناجح؟ امتى تقول على نفسك وصلت للي انت عايزه؟ ببساطه شديده جدا جدا يعني، لما توصل للي انت عايزه. لان هي بتبتدي بكده، بتبتدي بان انت بتنشن على حوار، نشن على حاجه، بعد كده بتروح لها مثلا يعني. ودي حقيقه يعني الحمد لله. انا كنت عايز ابقى مشهور ولسه ما وصلتش اصلا للي انا عايزه يعني، بس انا من ضمن اهدافي كانت ان انا عايز يبقى عندي فولورز كتير، وعايز الناس تبقى عارفاني، لان انا عندي حاجات تانية مش هتتحقق غير بالايه، بالهدف ده. فابتديت اسعى في السكه دي، ابتديت اشوف ايه الوسائل اللي ممكن تخليني ابقى معروف. فاللي بيقول لك ان انا اتشهرت صدفه، لا، انا عن نفسي انا ما اتشهرتش صدفه ولا حاجه، ما اتعرفتش صدفه. انا حاسس ان انا بذلت بفضل الله طبعا المجهود اللي يخليني اروح في الاتجاه دوت يعني. فانا بشكل ما حققت او بدات احقق التارجت اللي انا كنت عايز احققه، فاصبحت كده ايه، عملت تشيك لواحده من السكسسز او واحده من النجاحات اللي انا كنت عايز اعملها. فامتى تعرف انك ناجح؟ ان انا فيجولت حاجه معينه، خططت لها، حتى فيجول ان انا ايه، بخش على الفيسبوك ببص على الفولورز بلاقيهم كذا، بمشي في الشارع بلاقي حد بيوقفني بيقول لي والله انت الهمتني. كل الحاجات دي انا تخيلتها، كل الحاجات دي انا كنت عايزها. الواحد بيبذل المجهود وربنا سبحانه وتعالى بييسر له الامر. خلي بالك بقى ان انت ممكن ربنا يديك الحاجه اللي انت كنت عايزها كاختبار، ممكن ده يبقى ابتلاء على فكره، ممكن انت تفشل فيه لا قدر الله، بس ان شاء الله ده ما يحصلش. ليه بقى؟ ليه انا كنت عايز ابقى مشهور؟ انا ما بعتبرش نفسي مشهور خالص برضو خالص دلوقتي، لسه اصلا بدري ان شاء الله يعني. لان احنا واحنا في ستبرك اول ما بدانا كنا عايزين البراند ده حد يلبسه، حد يريبريزنت البراند، حد من نفس ثقافتنا، حد نديله التيشيرتات يلبسها والناس تبقى عارفه ان اه الشخص ده الفاليوز بتاعته هي الفاليوز بتاعت ستبرك. فما لقيناش، دورنا كتير. عارفين انتوا زي ما البراندز اما نايكي تروح جايه ملبسه مثلا ايه ابراهيموفيتش ولا رونالدو لبسها عشان اه ده بيريبريزنت الفاليوز بتاعتنا، فاحنا ما لقيناش حد يعمل كده. فانا قررت ان انا اكون الشخص ده، قررت ان انا حتى الفاليوز اللي ما هياش عندي احاول اكتسبها عشان يوما ما اجي ريبريزنت صح، ما بقاش مزيف، ما بقاش بحور، ما بقاش قدام الكاميرا حاجه وانا لابس التيشيرت حاجه وفي حياتي حاجه ثانيه. وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني مكنني من ان انا الاقي شباب عندهم نفس الفاليوز دي الحمد لله رب العالمين، واصبحوا كمان هم بيساعدوني ان هم يعبروا عن الموضوع ده ويريبريزنتوا ستبرك معايا. فايه هي ستبرك؟ طبعا مش كهدوم، لان انتوا عارفينها كشركه هدوم. ستبرك هي الشمسيه بتاعت كل حاجه في حياتي، هي اللي لو بطلت في يوم من الايام ابيع هدوم هتتحول لحاجه تانية، لان ستبرك ما هياش شركه، ستبرك ما هياش منتج، ستبرك فكره بتتحول لاي حاجه انا عايزها. الفلوج ده ستبرك، العربيه اللي انا راكب فيها دي ستبرك، انا نفسي ستبرك. فاصبحت حاجه انا نفسي ما بعرفش اوصفها، لان هي كل حاجه. كفايه رغي، لان انا الفلوجين اللي فاتوا كانوا رغي، فخلي النهارده مش رغي. فعلا وصلت، بس مش عارف بالظبط المكان فين. ماشي، رب لا يركنا بس ان شاء الله. خلص بقى،
متحمس ومترب مش عارف ليه. ان شاء الله. ان شاء الله. Always time to appreciate a good call. بسم الله. يا ساتر. 0-3 تلاقي دي 5 تلاقي دي 7. وما كنا له مؤمنين. أول مرة أول مرة تكمل أول مرة تكمل في حياتي. هو ده السادس ولا الخامس ولا السابع؟ السادس فوقينا أعتقد. تفضل. السلام عليكم. أنا حازم اللي هي لابتوب. السلام عليكم. السلام عليكم. حازم. ماشي فندم. سلامي للبشمهندس. السلام عليكم. بسم الله. الحمد لله. اللهم بارك لي. نخش نبص بص على العربية دي. هاي. هي دي اي كوبي؟ اي كوبي صح؟ بسم الله. روح بسرعة جدا. I cannot wait. الحمد لله. قاعد فين؟ زي ما شاء الله. ما شاء الله. نكمل الليجيت انبوكسنج. بسم الله. كان عندي بالظبط. اه ايه ده مختلف. ده هو نفس الكمبيوتر. نو دود لوكس ذا سيم يعني صح؟ لا ات دوزنت لوك ذا سيم حتى. في ايه؟ في اسمنت محطوط كده في الشارع بيتهيألي. اه مظبوط. اه انت معاك ناس ولا ايه؟ اه انا جبت ناس. طيب ماشي انا طالع لك. في ناس جم عشان في حوار سخيف. انا عارف ان انا اي دو نوت ميك سنس. بس في تسكاية سخيفة قوي دلوقتي. تبع استاذ سعيد ولا ايه؟ خلاص يا عمي يبقى كل واحد 50 جنيه زمان. واحد من 50 والله العظيم هنتعب. انا بقول لك مش هتنفع معايا. انا الراجل ده جايب له الشغل. انا اللي عامل الشغل ده. الراجل ده ليه الشغل ده يطلع فوق. هو مش اللي حاسب. انا في اول الفيديو قلت لك الاول. انا بقول لك الحاجة ده انت بس انت بس كده خلصت الحوار بتاع النقل ده والحمد لله I'm back بنسبة كبيرة قوي. عدتي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضل الله كلها رجعت. روح اقعد في المقر شوية اسنك بقى المعلومات كلها مع بعض. شطب البرامج والليلة دي كلها بتاعت ودي بداية جديدة. الفلوج ده مميز بتاع النهاردة لان هو رقم 88 وانا مولود 88 وانا بحب السنة دي جدا وبدعي ان مواليد 88. طبعا عارف ان في ناس هتسخن عليا وناس هتكرهني وناس هتعمل انسبسكرايب بس انا شايف ان مواليد 88 هم اكتر ناس مؤمنين
مؤثره، وهم اللي ماسكين او هم اللي هيعملوا الفرق بتاع العصر اللي احنا فيه ده. انا شايف كده. انا جيت المكان الموضوع اللي اسمه الامريكيه عشان اجيب اكل. السلام عليكم. تمام كده. عملت سيت اب للبرامج اللي انا بستخدمها. الحاجات الاساسيه اللي انا بستخدمها طبعا فوتوشوب وادوبي بريمير للمونتاج والالستريتور. بس كده. سالتكم سؤال امبارح ومحدش عبرني، مش عارف ليه. عايزين الفلوج ينزل الساعه كام؟ ايه احسن وقت؟ ايه الوقت المناسب اللي انزل فيه الفلوج؟ قولوا لي. مش عارف هقعد اشتغل كده و يعني الساعة دلوقتي كام؟ واحدة وشوية. مش عارف ابتدي مونتاج. انا غالبا هبات في المقر النهاردة، بس انا محتاج حاجة حلوة، محتاج اجيب حاجة حلوة. مفيش حاجات كتير احسن من السواقه بالليل. عايز عصير شوكولاته. عصير شوكولاته يا رب. ليه مفيش واحده قدام ونسرق؟ نمنتج بقى، ده مش اعلان.